البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الجلابه ايفازي ولكن ماشي ايفازي لاصقه بزاف، لان كتشوفوا ان الكريب ما بقاش داك الايفازي لاصق، يعني ولا شويه بحال مخزاني، يعني الفصاله ديالها راه هي ايفازي ولكن شويه غادي نزيدوه في العبارات شويه. بالنسبه هانتوما كتشوفوا الكريب، راه هاد الكريب المدوبل هانتي اللي عنده جوج وجهين، وان هاد اللون هو طوندوس دابا ان شاء الله هاد العام كيخدموا فيه بزاف. انا غادي نوريكم واحد البياسه اخرى حتى هي غادي نخدمها في هاد اللون، ها هي غنخدمها ان شاء الله، غادي نشاركها معاكم في الفصاله ديالها، حيت غادي ناخذ ليها القماس ديالها مسلم باش نفصلها معاكم. وعندي ثاني توب اخر ان شاء الله، راه ضروري التواب دخلوا تبارك الله التواب زوينين هاد العام. عندي هاد الكريب حتى هو بوجهين، غنديروا جلابه جبليه ان شاء الله. نشارك معاكم هاد الجليبه دابا الفصاله ديالها، ومن بعد من ان شاء الله راه كتعرفوا هاللقمه ديالها. عندنا شرينا لها الحرير باش نديروها راندا، حصيره القدام، وغادي نديروا الحصيره حسب الكميمات، وعاد غادي نزوقوا الجناب ديال الحصيره، غنزوقوهم بالوريقات ديال العقيق المهرس وواحد الوريضه بزمرد كما كتشوفوا. ان شاء الله كما كتعرفوا ما غاديش غادي نفصلها وغادي نخيطها تزوسويت، غادي نوريها لكم. كما كتعرفوا الراندا والعقيق راه كيشد شويه الوقت، ان شاء الله دابا غنشارك معكم في الصاله ديالها، ومن بعد مني غتكمل غندير لها استعراض دي قدامكم واحد الفيديو خاص بهاد الجليبه حتى غتشوفوها كلكم. بزاف ديال البنات كيشوفوا الجلابه كيشوفوا الفصاله كيقول يا بنا نشوفوها مخيطه، راه ضروري انا كنوريكم دابا الفصاله ديالها، ومن بعد فيديو اخر كندير الخياطه كنوريها وهي مخيطه. حتى اول فيديو واحد الفيديو درتو بالكريب دو وجهين، هذاك راه حطيتها في فيديو اخر مخيطه، غير نتوما ما كتابعوش الفيديوهات باش غتشوفوهم بحال هكا باستمرار ان شاء الله. وربما ما بينتهاش في المناتيغ، ان شاء الله ملي غتكمل هذه غنبينها في المناتيغ وندير لكم استعراض ديالها تشوفوها كاملين، وضروري مع لبسات اخرين ان شاء الله. دابا غنبداو الفصاله ديالنا. هانتوما البنات كما كتشوفوا انا طويت الثوب على جوج على الطول ديالو، علاش؟ لان جلابه ايفازي غنديرو عمليه الداخله في الخارجه، وطويتو على الخلف باش نطراسي على خاطري، ما يعني واخا نطراسي بالطباشير نورك عليه ما غاديش يبان في الوجه، الوجه ديالو هو اللون اللي وريتكم قبل. وحنايا كما شفتوا راه العقيق شريتو في هذا اللون اللي غيبان في القب ديالو، داكشي علاش انا غنخدم بالحصيره باللون ديال الوجه، والعقيق خديتو باللون ديال الكفه ديال الوجه لانه غيبان في القب. دابا غناخذ 8 سنتيم ديال العطفه دائما، وكناخذ الطول الكلي ديال السيده اللي هو مترو و 38 سنتيم، ها هو مترو و 38 سنتيم. انا غنجر عندي الثوب باش يبان لكم مزيان بحال هكا 38 سنتيم، هذا هو القياس ديالها. غناخذ الكتاف عندنا 42 مقسوم على جوج زائد واحد هي 22 سنتيم، وكنهبط بثلاثة سنتيم بحال هكا، وعاد كناخد الكول ديالي اللي هو 9 سنتيم لأنها جلابة، غناخد 11 سنتيم هنايا، غنميل بالكتاف ديالي، من بعد غناخد صدر عندنا 112 سنتيم هي 28 سنتيم، إلا زدناها ربعة غتولي هدا 32 سنتيم، نقدرو نزيدو 32 سنتيم، نديرو حتى 33 سنتيم لأنها بغاتها يعني على شكل مخزاني شوية. يعني ما لصقاش بزاف، كتبغوا الكريب يكون شويه طايح يعني شويه عريض. عندنا التركيز ديالها هو 25 سنتيم، كما شفتوني انا كنوصل غير الصدر ديالي وكندير واحد الطراساج بحال هكا اللي كيبين لي الخط اللي كنخدم فيه. من بعد مني كنشد الصدر بحال هكا التركيز بحال هكا صافي، كنمشي من هاد النقطه 12 سنتيم باش نهود الحزام، ومن بعد الحزام كناخذ عندي 100 سنتيم الى قسمتها على 4 25 زائد 4 29، غنديروا 30 سنتيم او 31 سنتيم باش ما تجيهاش لاصقه من
على شكل تقريبا بين ايفازي او دغوا، بحال كنخدموا جلابه دغوا بهذه الطريقه، يعني شويه غي داخله شويه وغيكون عندنا علاش درتها على جوج، لان ما بغيكوش عندنا فتحات في الجناب، بغيت فتحه القدام. دونك خصني الكلوش يكون بين 40 حتى 45 سنتيم ديال الجلايل. هذا الشيء علاش انا طويتها على جوج. بامكانك انت الا كنتي رقيقه وبغيتي جوج فتحات في الجناب كديري نفس العمليه اللي درت بحال هكا، ولكن كطوي الثوب على ربعها وكتخرجي الامام والخلف في ان واحد. من بعد ها انتما 24 سنتيم باش ناخذ الحوض ديالي اللي هو 34 سنتيم. هنا نقدروا نديرو حتى ل 35 سنتيم بحال هكا. من بعد غادي نمشيو نخدمو بحال هكا، نخدمو النقط الاولين هنايا عاد نشوفو جلي. دابا غنمشيو نشوفو الجليل، غادي نجر الثوب باش يبان ليكم الجليل شحال غادي نديرو فيه. غادي ناخذوا المسطره بحال هكا وغناخذوها من الحزام وغندوزوها على الخلف باش غنشوفوا الكلوش كيفاش غتجينا بلا ما غتجينا الطبويقه هنايا. ها انتما غادي نديروا فيه 45 سنتيم، جاتنا مزيانه ها هي 45 سنتيم. دونك دابا ها انتما غادي ناخذ هاد القطعه بحال هكا، ومن بعد راني كنهبط غير بواحد شويه. ها انتما ما كتبانش ليا، واخا السيده عندها 35 في الحوض هانتوما ما بانتش، يعني غادي نيشان الخدمه ديالي. عاد من بعد غناخذ 3 سنتيم من الحاشيه ديال الجلايل غنقطعو، من بعد راه غادي تبان لكم هذيك 3 سنتيم. هانتوما البنات هادي هي 3 سنتيم لي طاسيت، غادي نجي من نصف ديال الثوب وغادي نمشي نطلع 3 سنتيم ديالي ديال الجليل باش ما يجينيش الجناب طايحين ديال الجلابه. من بعد غادي ناخذ الامام، ها هو الطرف ديال الامام، وغادي نسرح الثوب اللي بقى ليا بهذه الطريقه وغنخدم فيه الخلف. انا ما حددت والو دابا عندي، كل نهار ندير لكم درس مختلف على درس. دابا اليوم درنا جلابه ايفازي ولكن شويه يعني بحال مخزنيه، يعني ماشي مزيره بزاف. وعاد من بعد ان شاء الله هاد الجلابه جاب ليا نيت بالكرب دو وجهين، غادي نشاركها معكم باش ديما راه الفصاله ديما كتبغي تذكير، يعني كتبغي تذكير نذكر البنات المتتبعين ديالي باش يبقاو شادين في الفصاله. او ميم طون انا كنوريكم لي قمل اللي كنشري للجلابه. هانتوما التوب دابا صايبتو، انا غادي ناخذ الجهه المغيره باش يبان ليا مزيان التوب ديالي. كنخرج الحاشيه كلها حيت دائما الحاشيه ما كنحسبوهاش في العبار، لان ملي غنبدا الخيط راه الحاشيه كتحيد ضروري. نحيد الحاشيه من هنا كلها بحال هكا صافي. ها هو العبار ديالي دابا مقاد. غادي نبدا الجلايل هو الاول، غادي نقطعهم وعاد نجي من هنايا ونجي الراس الكتف ديالي.
هنا شنو كنديروا؟ كنجيو كنشوفوا التركيز واش هو هذاك التركيز اللي خدينا، يعني مزيد ما ناقص. هانتوما كما كتشوفوا هذا 25 سنتيم ديال التركيز، وغنشوفوا الخلف باش يكون 9 سنتيم. هي هذيك حيت لان كتعرفوا التوب طيح نقدروا نجروه بحال هكا. او دابا كما كتشوفوا هانتوما التركيز ديالي انا ما غندخلش بحال الامام، غنخلي واحد سنتيم خارج غير بالمقص، كنخدم بالمقص بحال هكا كيجي احسن. وهذاك السنتيم كنزيدو في الكتاف بحال هكا، وعاد كنقور بحال هكا. دابا انتهينا من الامام والخلف، غندوزو للكميم والقم. هانتوما القب دائما كنوصي بهذه العمليه، كاين اللي كيجي ياخذ الطرف اللي بقى ليه وكيتنيه على جوج، ومن بعد كيتنيه على جوج اخرين صافي، وكينسى القب بانه عنده. دائما كنخلي واحد الطرف هنايا ديال القب، عاد من بعد كنفصل الامام الكميم عفوا. هانتوما بهذه الطريقه كتكوني وفرتي التوب ديال القب. كنعاود هذه العمليه لان واحد السيده وقعت فيها، يعني طوات التوب على ربعة ومشى ليها القب، ومني مشات كتقلب على التوب ما لقاتش بحالو وبدا عندها مشكل. دونك حنا وقلنا ليها من الاحسن ديري شبكه او شي توب مغير مزوق وديري فيه الباندا ديال نفس التوب من الامام من طول ديال القب باش يجي شويه يتقدي جلابه، على الاقل تولي جلابه سبور. هانتوما البنات دابا غنطوي التوب على ربعة هذا اللي عندي بحال هكا، كنحافظ على الحاشية انك تكون قاده حيت كنخدم منها، وكناخذ 3 سنتيم بحال هكا ديال الخياطه. نقدر ما ناخذش 3 سنتيم، ما غناخذهاش، علاش؟ لان عندي الرانده في راس الكم، يعني هذاك القياس ديال الرانده ضروري نحيدوه. مثلا انا بغيت ندير 2 سنتيم ديال الرانده وعندي الكم 57 سنتيم، غنحيد 2 سنتيم، غندير 3 سنتيم ديال الخياطه، غندير هذه ديال الخياطه كاينه دائما، غنحيد انا من طول الكم 57 غتولي عندي 55 سنتيم. ها هي 55 سنتيم، وغادي ناخذ التركيز ديالي اللي هو 25 سنتيم بحال هكا، وعاد كنخدم القاعده اللي هي 14 سنتيم، وكنمشي لراس الكم. كناخذو حيت بغيت الرانده غناخذو شويه واسع باش يجي مزيان، واصلا هذيك الرانده اللي غتكون غنديرو حتى هي وريقات ديال اللقيق في جنابها، يعني نفس الخدمه اللي غتكون عندي في الطوق ديالي غتكون حتى في الكميم ان شاء الله. هانتوما ودائما كناخد 3 سنتيم من هاد هنا، وكناخد هاد القطعة اللي كنقسمها على 4 بحال هكا بهاد الطريقة. كنعاود هاد العملية الجدد اللي كيدخلوا اول مرة للقناة باش هما يستافدوا، لان هاد الدروس هادي كيكون عندي الكتاف وهذا كيكون عندي الاب، لان الدروس كاينه عندي في القناه ولكن ما كيرجعوش للقدام، من الاحسن نبقى نعاود لهم في الشرح باش يكون حتى هما يستافدوا. وكنهبطوا هنايا جهه الابط بسنتيم بحال هكا، ومن بعد كنديروا الخط ديالنا بحال هكا وكندخلوا غير بسنتيم، لان السيده كما شفتوا القياسات شويه غليظه، ما بغيناش نزيروا لها الكم ديالها، وسيرتو ان الكريب ما كيبغيش يكون مزير. ها هو الكم ديالنا. دابا غندوزو للقب. ها نتوما بهذه الطريقه ها انت راك تستافدي، غير ما تقطعيش حتى من هاد القضيه، هاد لاطراس ديال الكولت حتى هو كيستافدي منه، كيكمل لك القب. ها نتوما غادي تشوفوا واش غيكمل لي القب ولا لا. كندير القب بحال هكا، كنخليه غير واحد شويه، وكنشوف الطول ديال القب شحال عندي. كاين عندي 40 سنتيم،
انا غنشوف واش باقي عندي 4 سنتي. كما كتشوفوا راه جاتني قد مع هذه الحاشيه. لنفرض انا بديت من هنا ما غاديش عندي، يعني انا استغليت هذا المغصو حتى هو غنخدم به. كناخذ 25 سنتيم اللي كنخدموا بها دابا الايمن في القب بحال هكا. شوفوا واخا ما يكونش الثوب عندك ما كاملش بهذه الطريقه، شوفوني كيفاش غادي نخدم. انا كندير 25 بهذه الطريقه وكنهبط ب 12 من هنا، لان هادشي كله غيمشي ما غيبقاش كاين. عاد من بعد انا كنجيب الخط ديالي من هنا. دابا شويه اشنو غنديروا، لان هاد الموصل بقى عندها شويه، غادي نزيد واحد الشوي بحال هكا ونشوفوا لاطراس عاوتاني نعاودو شو مشكل حتى يخرج لنا القب ديالنا كي بغينا. ها هي 40 سنتيم بحال هكا. دونك الى خدينا 25 بحال هكا، ها هي ها هو 12 هبطات ليا شويه كما كتشوفوا هبطات. دونك الى سطرت دابا هي هذيك ها هي 40، ها انتم سطرت بحال هكا. غنقطع غنقسم هاد القطعه الى 4 قطع بحال هكا، غنطلع بسنتيم ونهبط بسنتيم ونقادها بحال هكا بحال هكا. ومن بعد هنايا كنجي كناخذ، لانني خديت 40 غناخذ غير 28 فقط وكنمسيها مع هاد النقطه. ودابا غادي نقطع القب ديالي. كما كتشوفوا هاد البنات الجلابه ديالنا وجدات دابا في الفصاله، ان شاء الله غادي نخيطوها غندير لها الرانده بداكشي اللي شرحت لكم، وغادي نوريها لكم في فيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى هاد الدرس يعجبكم وتستافدوا منه، والى الدرس القادم ان شاء الله.